بسم الله الرحمن الرحيم. قصيدة عاصفة الحزم في مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله بنصره. سلمان مجده للعقيدة عناوين، إن كان ما شفته بعينك قريته، خادم بيوت الله بالعسر واللين، يوم التفت للحوثي وقال جيته، فعلا يذكر عند الأقصى والاذنين، عند الملا من سطوته ذاع صيته، يوم النهادي قال وين السلاطين، اعداي هدوا دار يلي بنيته، ونخى سطر سلمان بين الموالين، جه الزعيم بعاصفه مستميته، بالحزم عاصفه الحزم بالميامين، دكت حصونه للظلال المقيته، للحوثي يلي خالف الشرع والدين، يحسب حدود المملكة حد بيته، للحوثي يلي خالف الشرع والدين، يحسب حدود المملكة حد بيته، خلى اليمن مسرح عبث للشياطين، باع البلاد وقال جاره شريته، حكامنا المخطط الغدر واعين، وابطالنا تحمي حمن ما حميته، ان قال الله بعد يوم ويومين الحي ما يقدر على نقل ميته، ان قال الله بعد يوم ويومين الحي ما يقدر على نقل ميته، ابو فهد سلمان ضد المعادين، يرمي عمامة هامته لا نخيته. عبد العزيز بن سعود بن محمد.